منا في الاولاد، بتجني منا في الاولاد. الاسعاف ورجال الدفاع المدني، فان الاوضاع بالتاكيد ماذا فعل الأطفال؟ يعني هذا بنك الأهداف اللي بتحدثوا عنه، ناس جابوهم قالوا لهم هنا آمن المنطقة. استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحتو بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحتو، كان معنا قبل قليل. السلام عليكم. أولا شكرا على مهما بالنسبة لنا، لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء، فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل كما ترون بالغارات وبالقصف المدفعي.